مساكم الله بالخير. الاس كلاس مواصفاتها كثيره، فيها الوان داخليه وفيها الوان خارجيه. اليوم ان شاء الله بساعدكم في انتقاء الالوان الداخليه والخارجيه مع تراكب وتطابق التصاميم بالنسبه للون الخشب الداخلي مع لون الجلد الداخلي. خليكم وياي بالفيديو وتابعوا للاخر. ببتدي وياكم في هذا اللون الجميل الأخضر العشبي. هذا اللون غلط إنك تختار لون غامق عليه من الداخل، مثال اللون الأحمر أو حتى اللون الجملي. اللون الفاتح الأوف وايت أو البيج هو أنسب لون ممكن تختاره على هذا اللون الخارجي. شوف الداخلية الجميلة، لون أوف وايت مع الأرضية باللون البيج، مختارين عليه خشب البيانو بلاك المخطط بالإضافة ل المقود اللي هو L25، المقود الخشبي اللي بيعطيك طابع الفخامة في السيارة. اللون الثاني هو اللون الأسود الملكي Obsidian Black، اخترنا عليه داخلية الأوف وايت. المتميز في هذه السيارة انتقاء الألوان، اخترنا خشب الـ H38 اللي هو خشب الميباخ مع الألمنيوم لاينز اللي يعطيك إفكت الخشب، وهذا أغلى نوع خشب نزل على المرسيدس الاس كلاس، قيمته ما تعادل 4000 يورو تقريبا، فوق ال 20000 درهم، 23000 درهم. هذا الخشب ما تقدر تختار بعد عليه اللون الغامق، يعني خشب البيانو بلاك اللي شفناه سابقا ممكن نختار عليه داخلية لون أحمر أو لون جملي يطلع جميل عليها، ولكن هذا الخشب خصص لهذا اللون الداخلي اللي هو الفاتح مع الاكسكلوزيف سيت مع البيلو اللي موجود على المراتب، بالاضافه للسكان المقود الرياضي اللي هو L5C لونه فاتح اوف وايت جميل جدا مع لون الخشب انتقاء الالوان. حتى شوف الاناره الداخليه، انت يوم 64 لون موجود، ولكن انت عشان تركب لون اناره داخليه هذا بعد هو اذواق، يعني جرب حط اللون الازرق في الاناره الداخليه ما حيطلع جميل. اخترنا مالتي كلر مع الخشب مع الداخلية، السيارة عطت طابع جمالي رهيب من الداخل وعطتك فخامة الميباخ وانت عندك الاس كلاس العادية. ننتقل وياكم للون الثاني، عندي 580 2022، سيارة عليها مراتب جلدية باللون الأحمر طبعا، المقود اللي عليها هو بطابع كلاسيكي الـ L25. الخشب هو عبارة عن هاي جلوس بلاك، هذا نوع خشب عادي قيمته 800 يورو فقط، يعني أنت ما بتدفع إكسترا في طلبك للسيارة من عند الوكيل، حيكون قيمة الخشب مجانية مجرد ما تختار أنت إكسكلوزيف باكج. يعني يوم تختار إكسكلوزيف باكج اللي هو مراتب الرأس بتكون أكبر خشب من الخلف على المرتبة، بايبينج باللون الأسود دايموند مخيطه في المرتبه، هذا هو اكسكلوزيف باكج للاسيات. عندنا هني بعد S500 2022 باللون الابيض الخارجي مع الاحمر الداخلي. لما بيكون عندنا لون فاتح من الخارج مع لون غامق من الداخل، يعني في تطابق في الالوان وفي تناسق، فالسياره حتطلع جميله، فيها هيبه من الداخل وفيها هيبه بعد من الخارج. السيارة عليها لون الخشب نفس لون الـ 580 الهاي جلوس بلاك، بالإضافة للمراتب الجلدية باللون الأحمر، ولكن عليها سكان مقود رياضي L5C. النوع الثاني من الجلد واللي هو أرخص اسمه أرتيكو ليذر، هذا جلد مش طبيعي، هو جلد صناعي بيو، قيمته أرخص من يعني أنت عشان تاخذ أرتيكو ليذر وتاخذ إكسكلوزيف سيت نبا ليذر انت تدفع زياده ما يقارب 25000 درهم على الاكسكلوزيف باكج. الاسيات بتكون بدون البايبنج باللون الاسود، الاسيات بتكون ما فيها دايموند في المنتصف، ما في خشب على المرتبه من الخلف، المرتبه بتكون فقيره، مسند الراس بيكون بشكل اصغر، المرتبه ما فيها طابع الفخامه نفس الاكسكلوزيف باكج. اذا بنلاحظ من الامام
المرتبة حجمها أصغر شوي لأن السيارة ما عليها الإكسكلوزيف باكج. الخشب هاي جلوس براون نوع الخشب. السكان هو كلاسيكي بعد مش رياضي، ولكن اللون الفاتح من الداخل جميل مع الأسود من الخارج. السيارة هذه S450 2022. إذا أنت ما بدك تدفع زيادة، بيهمك اسم الاس كلاس، انك تركب فقط اس كلاس، فانت اذا قللت من المواصفات كرسي الطياره مع الاكسكلوزيف باكج انت بتختصر على نفسك 50,000 درهم فقط، اللي هو الكرسي الطياره مع نوعيه الجلد اذا اخترت الارتيكو ليذر من الداخل اللي هو نوع الجلد الصناعي وليس الطبيعي. عندنا اختيار جميل بعد في هذه الاس 500 2022. السيارة جاي عليها خشب البيانو بلاك المخطط من الداخل لون فاتح، عليها الفور دي ساوند سيستم اللي هو بيعطي طابع فخامة أعلى في السيارة، سبيكرات في كل مكان حتى في سقف السيارة العلوي السبيكرات موجودة. السيارة فيها البروجيكتر الكبير الأجيومنتد رياليتي، فتحة البروجيكتر نفسها بتعطيك طابع فخامة داخل السيارة. أنت كسائق اخترت المواصفات الأمامية، اخترت الفور دي ساوند سيستم، اخترت البروجيكتر الكبير، قيادة على نظام الواقع الافتراضي، اخترت المقود الرياضي بعد، فهذه المواصفات بتفيد السائق أكثر من الراكب في الخلف. خشب البيانو بلاك اللي بيعطيك طابع فخامة، هذا الخشب جميل على الثلاث ألوان، الداخل تان جملي، سيينا براون، أو داخل الريد اللي هو الأحمر، أو حتى داخل اللي هو الأوف وايت. فالانتقاء هون جميل جدا في الداخلية مع لون خارجي باللون الأسود. حطها سيارتك توب.